اجتماعنا الطارئ اليوم رسالة أن العالم الإسلامي يقف متحدا ضد الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية اللاشرعية واللا أخلاقية واللا إنسانية في القدس المحتلة ومقدساتها وفي باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة وضد العدوان على غزة. تدفع إسرائيل المنطقة برمتها نحو المزيد من التوتر والصراع وتهدد كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل. وقف التصعيد يتطلب وقف كل الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية والاستفزازية التي فجرت والوقف الفوري للعدوان على غزة. محاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساته خرق فاضح للقانون الدولي ودفع بالمنطقة نحو المزيد من التوتر والصراع. وتهجير سكان حي الشيخ جراح من بيوتهم سيكون جريمة حرب لا يجوز أن يسمح المجتمع الدولي بارتكابها. فالقضية الفلسطينية كانت وستبقى القضية المركزية الأولى، والقدس ومقدساتها خط أحمر، ولا سلام شاملا ولا أمن ولا استقرار من دون تحرر القدس المحتلة عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967. وستظل المملكة الأردنية الهاشمية تقف بكل إمكاناتها إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين لرفع الظلم عنهم وتلبية جميع حقوقهم المشروعة في الحياة الحرة الكريمة وفي الدولة المستقلة ذات السيادة على ترابهم الوطني. وستبقى حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية المهمة الأسمى التي يكرس الوصي عليها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين كل إمكانات الأردن لها. وستتخذ المملكة كما هو دأبها دائما كل الخطوات اللازمة لإسناد الأشقاء وحماية المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف وباقي المقدسات، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وحق المنطقة في السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والذي يشكل خيارا استراتيجيا سبيله الوحيد هو حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. زملائي الأعزاء، يتحقق الأمن والسلام بانتهاء الاحتلال وبتلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإطلاق جهد دولي حقيقي يوجد الأفق السياسي المطلوب للتوصل إلى السلام العادل وفق حل الدولتين الذي ينهي الاحتلال هو الأولوية التي يجب أن يتحرك المجتمع الدولي فورا لتلبيتها. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن كانت هذه كلمة